المرور السري يا أحمد يضبط فاقدي الوعي بطرق الرياض. نتابع. يمشي 200 الآن، يمشي 220 يا عمليات. شوف الشخص عليه ملاحظة على طلب، عليه ملاحظة على طلب، يعني هذا ما يستلم الرجل. الشخص متهور واحتمال يسبب الحوادث أو ملاحظات. الشخص متهور. ما تتسبب في مشاكل لنفسك، في مشاكل للناس، وخصوصا انه انت سرعه جنونيه. ايوه تعرف كذا شباب وما شباب. طيش يعني؟ ها؟ لا مو بطيش، يعني كذا الطاقات الزايده. سرعتك كم؟ 160 تقريبا. ليش 160؟ مستعجل. يعني مرة ملح مستقبل قدام. مرة صحيح. طيب هذه من المخالفة؟ طيب الله يكفينا شر الحوادث، والله صراحة جهدهم جدا جبار، والحملة اللي سوتها سواها المرور قبل الأسبوع الماضي مع فيديو. نعم. وشفنا تغطيتها في السناب الأمني كانت جدا رائعة لضبط مثل هالمخالفات. ودنا كان أن نستعرض بعض المشاركات لكن الظاهر الوقت ضيق أحمد. أكيد طبعا. أيضا علق عبد الله على نفس المقطع هذا، أقول كم من روح فقدناها بسبب السرعة، فاء يكفي تحور. صحيح. طيب مستمرين معكم في الرصد مشاهدين الكرام، ووصلنا وياك من الفقرة التي أعدها فريق البرنامج، فقرة 24، دعونا نتابعها.